الصورة اللي بنعرضها دلوقتي ما شاء الله، دي العيلة كلها ايه؟ بابا وماما. حد يوصف لي كده يا ايرين، او اوصفي لي ايرين من اليمين للشمال. دي ماما، وبعد كده انجي، وبابا دي دوينة، وبعد كده فين هي يا روين؟ دوينة جنب بابا، جنب بابا اللي جنب بابا، اللي هي جنبيه على طول. لما شعرها وبعد كده كوكو جنبيها ماسكاه، كوكو اللي هو اصغر واحد. وبعد كده ايفيت، ايفيت وانا جنبيها. ودول التوأم، اميره وامان. دول اميره وامان توأم. دول لسه صغيرين. كويس. قولوا لي الهوايات. يعني انا مثلا بحب اقرا شويه. يعني انتوا هواياتكم برضو كلها هي زي بعضيها؟ انا وريني يمكن زي بعض. انت بتحبي القرايه؟ تمام. روايات ولا قصص؟ روايات وقصص يعني في مختلف انحاء المعرفه يعني. تمام. وانت بقى؟ انا برضو انا وهي بنحب نقرا يعني اكتر. اما انجي بتحب ترسم. انت بتحبي ترسمي؟ ايه رسم ايه؟ لا عامة يعني رسم بورتري، فن تشكيلي، بورتريهات. يعني الرسم عامة اي حاجة بحب. ساعات امسك القلم والورقة واللي يطلع يعني اشخبط كده، واللي يطلع كده اشوف اظبط. انا عارف، لان معظم الرسامين في اوقات فراغهم بتبص ليهم كده ايديهم بتاكلهم. صح؟ اثناء ثانوي رسمت لي انا صورة. رسمت لك؟ ساعات احنا بنذاكر والله، وهي قاعده بتذاكر كده قمتي رسمها. كل ما بنبقى فاضيين شويه ترسم فيها حته. الله، طب ده شيء جميل جدا جدا.